لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأرحب بكم حضرات السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله نستأنف درس التفسير من خلال عبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، قال المصنف رحمه الله، أي يجازيهم على استهزائهم. إذن الاستهزاء هنا من قبيل المشاكلة، فكون المصنف قال يجازيهم على استهزائهم هذا ليس من باب الحقيقة، وإنما هو من قبيل المجاز. ففي الكلام استعارة، يجازيهم على استهزائهم، الله يستهزئ بهم، فنسبة الاستهزاء إلى الله على حقيقتها لا تجوز، لا يجوز أن ننسب الاستهزاء إلى الله، إنما إذا قال الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم، هذا من قبيل المشاكلة، أي يجازيهم على استهزائهم، زي بالضبط قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهل العقاب المترتب على ارتكاب الجرم يصح حقيقة أن يسمى سيئة؟ لا، إنما هو من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني فيه عقاب مترتب على ما اقترفه الإنسان من ذنب، فكان التعبير على سبيل المشاكلة لا على سبيل الحقيقة، لأن من يوقع عليه العقاب مقابل ما اقترفه من سيئة أو معصية لا تسمى هذه العقوبة التي طبقت على مرتكب الجرم معصية أو جرما تسمية حقيقية، وإنما هي من قبيل المشاكلة، يعني جزاؤه الذي يستحقه أن يفعل به مثل ما فعل. نعم. قال المصنف رضي الله: أي يجازيهم على استهزائهم. سمى جزاء الاستهزاء باسم، سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة. سمي جزاء الاستهزاء باسمه، أي سمي جزاء الاستهزاء استهزاء، وسمي جزاء السيئة سيئة، ده على سبيل المشاكلة، على سبيل إيه؟ المشاكلة. قال: سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة. قال: إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم. ثلاث أوجه. أو ما من قبيل مقابلة اللفظ باللفظ،
كقول العرب القتل أنفى للقتل. وإما ممثل له في القتل. أن يكون مماثلا ومساويا له في القدر. وإن كان الأمر المماثل للذنب في القدر إنما هو عقوبة وجزاء وليس فعل. الذي ارتكب الجرم هو الذي فعل، والذي ارتكب الذنب والإثم هو الذي فعل، فما يترتب عليه من عقاب إنما سمي بذلك على سبيل المماثلة والمساواة. نعم. أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ. زي ما ربنا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلا يجزى إلا إيه؟ مثلها. وهم لا يظلمون. نعم. قال أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو الغرض منه. ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم من لوازم الاستهزاء. فالله تبارك وتعالى حينما ينزل بمرتكب الجرم حقارة وهوانا وذلا هذا من لازم الاستهزاء. كأن الله يستهزئ به، كأن الله يستهزئ به، وهو في الحقيقة ليس هناك استهزاء، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الفعل، ونسبة الاستهزاء إليه إنما هي نسبة مجازية، وليست نسبة حقيقية لما هو موضوع له لغة، هذا محال في حق الله. نعم. هذا الوجه. قال أو يعاملهم معاملة المستهزئ. أو يعاملهم معاملة المستهزئ. فلما كانت تلك المعاملة التي يعاملهم بها كمعاملة المستهزئ سميت تلك المعاملة استهزاء. نعم. أما في الدنيا فبإجراء نعم. قال أو يعاملهم معاملة المستهزئ، أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان. وأما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب. وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. ولماذا أتت الجملة استئنافية غير معروفة حيث قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ولم تأتي الجملة معطوفة على قوله نه إنما نحن مستهزئون، حينما قالوا إنما نحن مستهزئون، فأتت الجملة على سبيل الاستئناف ولم تأتي معطوفة على سابقتها الله يستهزئ بهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. تولى المجازات وإنزال العقاب بهم. الله رب العالمين هو الذي تولى مجازات هؤلاء وإنزال العقاب بهم بسبب ما وقع منهم من جرائم في حق الرسول وفي حق المؤمنين وفي حق الله إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. نعم. حيث كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى
ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم. يعني إذا كان القوم قد وقع منهم استهزاء بالمؤمنين، فالله تبارك وتعالى تولى الدفاع بنفسه عن المؤمنين، ولم يجعل المؤمنين هم الذين يواجهونهم بهذا الذي ارتكبوه، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي تولى هذا الأمر، حيث جعل لهم العقاب الذي يتناسب مع هذا القدر من تلك الجريمة التي ارتكبوها. نعم. يعني هنا يريد أن يقول أن يعني لم يعطف، يعني لو لم يقل والله يستهزئ بي، يعني لم يعطف على الجملة التي قبلها، أو كان يمكن أن يقول وهؤلاء قد استهزئ بهم، أو وهؤلاء قد استهزأ الله بهم، إنما قال الله يستهزئ. كان يريد أن يقول الله هو الذي يستهزئ بهم، هو الذي تولى عقابهم ومجازاتهم بدون شركة المؤمنين. أيوة، بدون عطف، حتى لا يجعل المؤمنين هم الذين يواجهونهم. فالله تبارك وتعالى جعل نفسه محل دفاع عن عباده. يعني نقل ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوف الدفاع، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت فاتخذتموهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لتولى الله الدفاع عن عباده المؤمنين. وفي آخر سورة المطففين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار؟ هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ فكل هذا من قبيل دفاع الله عن عباده المؤمنين حينما يتولى الله تبارك وتعالى مجازاة ومعاقبة الكافرين يوم القيامة. وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم. مهما كان قدر استهزائهم ومهما بلغت مكانة استهزائهم في الدنيا بجماعة المؤمنين، حينما يقاس هذا الذي وقع منهم في الدنيا بعقاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين في الآخرة فلا يمكن أن يقاس. مهما بلغ حجم استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا فإن العقاب أشد وأنكى، وإن العذاب أعظم وأكبر وأشد إيلاما. فإذا كان الاستهزاء في الدنيا قد استشعرته الأنفس المؤمنة فآلمها، فإن العقاب في الآخرة يجمع بين الألم النفسي والألم الجسدي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالألم يكون ألمين ولا ليس ألما واحدا. فإذا ألم واستشعر المستهزأ به في الدنيا ألم الاستهزاء، فإن الله تبارك وتعالى سينتصر له في الآخرة، حيث يعد للمستهزئين المجرمين الذين يستهزئون بعباد الله من الكافرين ألما فوق ألم وعذابا فوق عذاب. نعم. هل
وغربة فوق غربة. قال رضي الله عنه: ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم. لم يقل الله الله مستهزئ بهم، هم قالوا إنما نحن مستهزئون، وتعبيرهم هنا فيه دلالة على الدوام والثبوت، لأنه تعبير بالجملة الإسمية. كان يمكن أن يقول الله في الدفاع عن جماعة المؤمنين وفي فتح هؤلاء المنافقين الله مستهزئ بهم، إنما لم يقل ذلك، إنما قال الله يستهزئ بهم، يعني استهزاء الله يتجدد ويستمر ولا ينقطع. نعم. ليطابق، نعم، ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين، وقتا فوقتا. فالاستهزاء لا يتوقف عند حد، إنما يحدث حالا فحالا وحينا بعد حين. فهذا يناسبه أن العقاب أيضا يكون كذلك، يتجدد ويتوالى ولا ينقطع. وفعل المضارع أيضا يدل على التجدد والاستمرار، الحدوث يتجدد. نعم، الله يستهزئ، حتى لو قال الله قد استهزأ بهم ما أفاد التعبير بمثل قوله الله يستهزئ. طب بعد إذن الشيخ، تفضل. يعني يقصد أن الاستهزاء يكون مركز في الآخرة، ولا فيه هيكون جزء في الدنيا برضه اليوم؟ يعني هو حتى ولو لم يقع في الدنيا، ولو لم يقع في الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأنكر، إنما يمكن أن يقع في الدنيا، يمكن أن يقع في الدنيا، يعني في الدنيا هناك من الأمور التي ساقها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنافقين، ويكفي منها أن الله كاد في فضحهم أن يذكر كل واحد باسمه، هذا ألم وهذا استهزاء، ومنهم والله تبارك وتعالى ما وكل هذا الأمر لعباده المؤمنين وما أحوجهم إليه، إنما تولوه بنفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى في حقهم سورة تسمى بسورة المؤمنين المنافقون، وأنزل في حقهم سورة براءة التي تسمى الكاشفة والمنقبة والمبعثرة والمدمرة والمقشقشة والفاضحة، لأنها عرت المنافقين والنفاق وفضحتهم، حتى كان الواحد منهم إذا سمع آية من كتاب الله تتلى استشعر عظم الخطر الذي هو فيه، لأن الصفة التي تقصها الآية وتحكيها الآية هي فيه. نعم. قال: ولعله لم يقل الله، يعني أنت مثلا ولله المثل الأعلى، حينما تكون قد أصبت بشيء آلمك من آخر وصبرت واحتملت، بعد فترة ترى هذا الشخص قد توالت عليه النكبات، تترى، ألا يعد توالي هذه النكبات على هذا الشخص راحة نفسية لك، وثأرا تستريح به تلك النفس التي ظلمت حتى ولو لم تقع منك شماتة، لأن المصائب لا يشمت فيها، لكن حينما ترى عيانا جهارا أن الله تبارك وتعالى تتوالى عقاباته لهذا الشخص الذي استمرأ السخرية من الآخرين وتعذيب الآخرين والشماتة بالآخرين وظلم الآخرين
وغير ذلك مما نرى، ترى نفسك فيها نوع من الضعف لما تراه قد تنزل من عقابات متتالية على هذا الشخص الذي لا يخشى الله فيه. وزكي نكلة قال: ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا قد يقع في الدنيا، ونحن قد رأينا وعلمنا وقرأنا، والقرآن الكريم صور واقعة بدر وما حدث فيها لصناديد قريش الذين أتوا قاطعين مسافات تدق فيها أعناق المطايا من أجل القضاء على محمد وصحبه، ومن أجل إنهاء دعوته وإطفاء نور الله فيها. فلما أصابهم ما أصابهم ونزل بهم ما نزل، هذا أمر شفى صدور المؤمنين، شفى صدور المؤمنين، وتذكر هؤلاء المستضعفون الذين كان أسيادهم في مكة يخرجون بهم إلى بطحاء مكة في حر الظهيرة ويضعون على صدورهم الأحجار، حتى إن بعضهم وصل إلى أن نطق بكلمة الكفر. فلما جاء ورأى النبي ما رأى في وجهه: ما وراءك يا عمار؟ قال: يا رسول الله أصبت شرا. ماذا قلت؟ قال: ما تركني القوم حتى سببتك وسببت ربك. فقال له: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فأنزل الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أينسى عمار هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما رأى أبا جهل عليه لعنة الله صريعا لكنه يصارع الموت ولم يمت، جسى على صدره، وكان عبد الله دقيقا دقيق الساقين ضعيف نحيف البنية، جسى على صدر هذا الصديق وأخذ يحز رأسه، فنظر إليه أبو جهل قائلا: والله لقد التقيت مرتقا صعبا يا ربيع الغنم. ففي هذا شفاء لما في الصدور. ولذلك حينما تقرأ قولته عليه لعنة الله: والله لا نعود إلى مكة حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا القينات وتسمع العرب بقدومنا فتهابنا إلى يوم القيامة. الإمام السهيلي في الروض الأنف عقب بعبارة جميلة جدا تدل على مدى ما استشعرته نفوس المؤمنين من نصر الله وهزيمة هؤلاء الذين أتوا قاطعين المسافات من أجل قتل المسلمين والقضاء على دعوتهم. فيقول صاحب الروض الأنف الإمام السهيلي: وسبحان الله، بدل أن يشربوا كؤوس الخمر شربوا كؤوس المنايا، وبدل أن تغني لهم القينات يعني المغنيات ناحت عليهم النائحات، وبدل أن تهابهم العرب بما يصنعون جروا ذيول الخزي والعار. شوف التصوير بتاع الكاتب. نعم. ولكن ما يكونش بين المؤمنين بقى ان انا اثبت المؤمن ما يكونش بين المؤمنين او المسلمين، ولا ده بيخص الكفار بس؟ يخص الكفار ان انا افرح ان هو جاب المصيبه وجاب كده، ولا ممكن يكون بيننا برضه المسلمين؟ لا، انا قلت حتى لو اصيب صدرك براحه نفسيه حتى ولو المسلم ظالم، لكن لا يلزم من هذه الأريحية التي وقعت بك بسبب ظلمه لك أن تكون شامتا فيه. هذا أمر لا يحملك على الشماتة، لا يحملك على الشماتة. لكن حينما ترى مصرع هذا الذي ظلم فاستغل أرضك ومالك ويعني
حرمك نعمة الأمن والطمأنينة وغير ذلك من الأمور، فتجد العقاب الرباني نزل به، يحدث نوع من الأريحية حينما ترى مجرما فيتولى القضاء أمره فيحكم عليه بإنهاء حياته بالإعدام بالقتل أو بالسجن المؤبد الذي لا يرى الضوء بعده. تجد هؤلاء الذين ظلموا من هذا الشخص قد أصابتهم الراحة، لأنهم بعد ذلك سيشعرون بالأمن، سيشعرون بالطمأنينة، سيقضون مصالحهم في أريحية، حتى ولو لم يقع منهم شماتة بما وقع لهذا الشخص. نعم، الله أعلم. قال ولعله، قال رضي الله عنه: ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حين بعد حين. لعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم، يعني يطابق التعبير بقوله الله مستهزئ بهم قول المنافقين إنما نحن مستهزئون. ليه؟ قال لك إيماء، هذا هو الجواب، هذا هو العلة. إيماء، إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين. نعم. قال: وهكذا كانت نكايات الله فيهم، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم. قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال المصنف رضي الله يعني عنه، شوف المنافق عبد الله بن أبي بن سلول حينما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز هو ومن معه، وبالأذل محمد رسول الله. فشوف ما يجلب الراحة، ربنا يقول له: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، سيخرجن الأعز منها الأذل، لكن من الأعز ومن الأذل؟ الأعز من أعزه الله، والأذل من أذله. ولست أنت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال المصنف رضي الله عنه: من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه، ومنه مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسماد. نعم. لا من المد في العمر، فإنه يعدى باللام. نعم. كأن لا له. نعم. ويدل عليه المد هنا معناه إيه؟ من ويمدهم في طغيانهم يعمهون. زيادة يزيدهم، وليس معناه الإطالة في العمر اللي هو بمعنى الإمهال، بمعنى الإمهال والإملاء وأملي لهم. نعم. يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل. نعم، فرق بين الإهمال والإمهال. الإمهال يعني يمهل ولا يهمل. نعم، فالمثبت الإمهال والمنفي الإهمال. ويدل عليه قراءة ابن كثير: ويمدهم. لا ما تجيش كده أبدا. ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمدهم. ماشي، نرجع إلى قال: والمعتزلة رحمهم الله لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين، لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلما،
تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورا، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا. أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة. ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي. نعم. أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو أصله يمد لهم. رجع كده ذكر أنه ثم رجع مرة أخرى إلى معنى المد. نعم. ولم يرد على طيب ماشي. هو يعني كثيرا ما خدع القاضي البيضاوي بعبارة العلامة الزمخشري، فأحيانا يورد نص عبارته دون أن يعقب عليها، فالقارئ حينما يقرأ هذا يستشعر أن القاضي البيضاوي قد ارتضى عبارة الزمخشري. وهذه المرة لم يكن الطلبة كان طلب الطلبة، بل إنما تعذر له. اقرأ ثاني العبارة هنا. والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا، لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم. وهنا عاوز أقول لك يعني إسناد هذه الأمور بالنسبة لله محالة. ليه؟ لأن المعتزلة يقولون العبد خالق لأفعال نفسه. أهل السنة يقولون العبد ليس خالقا لأفعال نفسه، إنما الله خالق لأفعال العبد صالحة أم طالحة. طب وإذا كان الله خالقا لأفعال العبد صلاحا أو طلاحا، فلما يحاسب الرب عبده ما دام هو الخالق لها؟ أهل السنة يقولون إنما يحاسبهم لكونهم اكتسبوا هذه الأفعال. ربنا سبحانه وتعالى مع كونه خالقا لها، إلا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال للناس احذروا هذه الأعمال فلا تعملوها، فعملوها. عمل العبد لها كسب، فالله يحاسبه على كسبه، لها ما كسبت وعليها. ولذلك أفعال العباد لله خلقا وللعبد كسب، فالحساب على الكسب لا على الخلق. المعتزلة فروا من هذا وقالوا أفعال العباد مخلوقة للعبد، يعني العبد خالق وموجد أفعال نفسه. بالغوا في تنزيه الله، فنفوا كون الله خالقا لهذه الأفعال القبيحة لأنها لا تتناسب مع الله، واستدلوا بمثل قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي. أهل السنة قال لهم لا، إنما قال وإذا مرضت فهو تأدبا مع الله، لأن إبراهيم يعلم أن الله كما خلق الصحة خلق الله، لكنه لم يقل وإذا أمرضني كما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقيني، وقال وإذا مرضت تأدبا مع ربي. نعم. قال أو أصله يمد لهم، بمعنى يملي لهم ويمد في أعمالهم. يعني هم فروا من الظاهر حتى لا يقعوا في مثل الورطة بالنسبة لنسبة الأفعال إلى الله خلقا، وقالوا إنما سد الله أمامهم منافذ التوفيق والهداية وسلط عليهم الشياطين فأغوتهم، ففعلوا أفعالهم التي أوجدوها بأنفسهم وصنعوها بأيديهم وخلقوها. أهل السنة لا، ليس الأمر كذلك، الله خلق الأفعال لكنه شرع الشرائع وشرع الشرائع وأرسل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
جاء الرسل فيقولون لا تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. فحينما يخالف العبد ربه فيرتكب المنهي ويترك المأمور به، إنما حساب الله إياه على ما اكتسبت وما اقترفت جوارحه، لا على ما أوجده الله قدرا، لأن الخلق ده أمر أزلي، أمر أزلي كوني. إنما الذي يخاطب به البشر ومن أجله أنزلت الكتب وأرسل الرسل هو الأمر الشرعي الديني، الأمر الشرعي الديني. ولذلك يوم القيامة حينما يعتذر الناس لربهم لا يستطيعون أن يقولوا لربهم كما قص القرآن الكريم لما تعذبنا وقد خلقت هذه الأفعال فينا، لم يقع ذلك. إنما إذا اعتذروا لربهم قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزي. وقالوا ما جاءنا من نذير، إلى غير ذلك من هذه المعاذير التي يدحضها الله بشهادة الرسل وبشهادة الكتب وبشهادة الجوارح، حتى لاموا جوارحهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، إلى آخر الآيات. واضح؟ نعم. قال رحمه الله أو أصله يمد لهم، بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي ينتبهوا ويطيعوا، وفما زادوا إلا طغيانا وعمها. فحذفت اللام وعد الفعل بنفسه كما في قوله تعالى ويمدهم، أي ويمد لهم، فتعد الفعل لنفسه دون حاجة إلى اللام، والأصل فيها ويمد لهم. وكما في قوله تعالى واختار موسى قومه، أي من قومه، واختار موسى قومه 70، أي اختار موسى من قومه 70. وذلك يقولون منصوب على نزع الخاف، فما تقول أخذت الكتاب صاحبه، أنت أخذت الكتاب ولا صاحب الكتاب؟ الكتاب التقدير أخذت الكتاب من صاحبه بالضبط. لا، واختار موسى قومه 70، هو موسى اختار قومه ولا اختار السبعين؟ السبعين. يبقى التقدير واختار موسى من قومه، فتعدى الفعل دون ما حاجة إلى حرف الجر. نعم. يعني نوع من المبالغة يعني. نعم. قال أو التقدير، أو التقدير يمدهم استصلاحا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. يمدهم بأن يجعلهم مستعدين للصلاة ولطلب الصلاة والتوبة. نعم، ويفتح لهم آفاق التوبة وأبواب المغفرة، لكنهم هم نعم، قال إيه العبارة؟ قال ولكنهم وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. خلاص، العمى أصاب بصائرهم وأبصارهم فهم في طغيانهم يعمهون، لا يبالون ولا يرون حتى ولو شاهدوا، لكنهم لم يشعروا بما يشاهدون مما أفاء الله به عليهم من طلب المغفرة والرحمة والتوبة وغير ذلك من هذه الأبواب أمامهم. فذلك ربنا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعمل لهم، فقد مضى سنة الأولين. حينما تحدث عن أهل الكتاب الذين قالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون
الرؤوس. لا يمسن الذين كفروا منهم ايه؟ ربنا قال ايه؟ افلا يتوبون الى الله ويستغفرون؟ شوف المد واعطاء الامل وفتح باب التوبه والرجاء، لان الكل في النهايه عبيده. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ قال والطغيان، والطغيان بالضم والكسر كلقيان ولقيان. قال والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم. قال والعمى في البصيرة كالعمى في البصر. العمى ما يصيب البصيرة فيطمس عليها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ده اسمه العمى بالهاء السكت. والعمى ما تصاب به الأعين الباصرة. وفرق بين عمى الأبصار وعمى القلوب. عمى القلوب عمى البصائر، فإذا طمست البصائر طمست القلوب، حتى ولو كان لك عينان مثل يعني ما يمكنك ألا تصل به من الحدة والقوة للبصر والنظر، لكن هذا الذي فقد البصيرة لا يبصر ما يتراءى له. طمس الحقائق. طبعا الحقائق غائبة ولم ينتفع بحاسة البصر لأن البصيرة طمست، فهو يشاهد. وإذا قلته يقول لك لم أشاهد شيئا، خلاص. والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم. والعمى في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر. حيرة. والذي يصاب بالحيرة يقع الشك والارتياب والانحراف، حتى يصل بالشك والمرتاب إلى درجة الإلحاد وإنكار الحقائق الثابتة التي تحقق بها العلم. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. من طمست بصيرته يشك، والشك يصل به إلى درجة الإلحاد وعدم الإيمان فينكر كل شيء. يقال رجل عامل وعمي وأرض عمهاء لا منار بها. قال الشاعر أعمى الهدى بالجاهلين العمى. نعم انتهي بهذا الخطر. هذا والله أعلم.